في اكلات معينه كده او بمعنى اصح تركيبه اكلات منتشره جدا في الوطن العربي. حط الرز والعيش وعليهم اي نوع لحوم او خضار وعليهم شويه توابل وبهارات وصوصات وهوب بقت اكله. طبعا فهمتوا بتكلم عن الفته. الفته موجوده من الاف السنين، لكن لو هنتكلم عن الفته الخليجي والشامي تحديدا يبقى هنرجع للعصر العثماني. وفضلت الفته تتطور وتتغير لحد ما الموضوع خرج بره اطارها التقليدي. وبقى كمان في كبسه في السعوديه وثريد في البحرين. كلمه ثريد معناها فته، والثريد يعتبر من الاكلات الخليجيه المشهوره والمحبوبه جدا في البحرين. والثريد يعني العيش المنقوع في مرقه لحمه او فراخ وبنخلطه مع خضار ولحمه. وبيتقدم كطبق رئيسي. النهارده عامل لكم سمبوسك بالفراخ والحلو ام علي. وعشان نتكلم عن الثريد لازم يبقى معانا ضيفه من البحرين. ضيفتنا النهارده خبيره في الثريد، الاعلاميه نيلى الجناحي. يا اهلا يا اهلا، منوره الدنيا. اهلا ايه، منوره مصر كلها. نور نورك. منوره البيت والمطبخ. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. ايه الاخبار؟ الحمد لله. انت شو اخبارك؟ جو مصر عاجبك؟ اكيد جو مصر دائما يعجبني، انا احب مصر على طول. احنا كمان بنحب البحرين، بنحب الامارات، بنحب كل الدول الخليجيه والعربيه. حبتكم العافيه، احنا بعد نحبكم وايد. بما اننا بنتكلم عن الحب، انت بتحبي جدا اكله اسمها ثريد. صح صح؟ انا بنطقها صح؟ اي صح، الثريد. اي احب الثريد وايد. هو الثريد اكله خليجيه طبعا عندنا في الخليج. في رمضان خصوصا نحرص ان هي دائما تكون متواجده على وجبه الفطور. نايلة احكي لي ايه الفرق بين الثريد البحريني عن انواع الفتات الثانيه؟ شوف، هو يعني تقريبا الاكل الخليجي كله متقارب والطعم تقريبا نفس الشيء. احنا بس يمكن عندنا في البحرين عشان الخبز ناخذه دايركت من الخباز. يعني عندنا التنور يكون موجود يعني في السوق، فنروح دايركت ناخذه من عند الخباز ويكون فرش. وعندنا ايضا الثريد في نوعين، في مرقوق وفي ثريد. هو نفس الشيء بس نوع الخبز يختلف. فانا النوع اللي احبه اللي نسويه على خبز الرقاق، اللي يكون الخبز رفيع جدا. رفيع، ايوه بالضبط. يعني احنا نسميه في البحريني رجيج. رجيج اي، فنسميه خبز رقاق، انه هو من مقتبس من الرقه يعني. فانا احبه على خبز الرقاق. ايه اغرب حاجه اكلتيها قبل كده؟ يعني احكي لي عن تجربه جربتيها وقلتي ده كان اغرب حاجه اكلتها. يمكن اغرب شيء اكلته في حياتي كان السنيلز او الحلزون. كان طعمه وايد غريب، ويعني حتى التكستشر ماله يعني غريب. هو يشبه المشروم، شبه المشروم شوي ستيكي. بس يعني جربته مره ومستحيل اجربه مره ثانيه ابدا. جربتي فين؟ في انهي بلد؟ انت بتسافري كثير. لا، انا جربته في البحرين، اسافر وايد. بس جربته في البحرين، فحسيت ان الشيء غريب. يعني انا اذا اسافر شوي ابتعد عن الاشياء الغريبه في الاكل، ممكن اجرب اللوكل فود بس الاشياء اللي يعني ممكن ان الكل ياكلها، مو الشيء الغريب يعني. ايوه. ايه الاكله اللي مش بتحبيها من بس يعني سمع عنها ومستحيل تجربيها؟ يمكن ما تعرفها بس عندنا في البحرين شيء اسمه عيش مدلل. اشوف كل الناس يحبونه بس انا شخصيا ما قد جربتها واحس انه مستحيل اجربها. يعني ده عباره عن ايه؟ احكي لنا عنه. هو انا قلت لك عيش مدلل، انا عارف ان انتم في مصر تسمون العيش حق الخبز. انت قصدك رز؟ ايه. أيوه. هو رز. هو يبقى كذي يعني رز وفي طبقات وفي فوقه كريمه ويحطون فيه الدجاج، يعني يبقى مثل البشاميل. زي العيش، زي الرز المعمر عندنا مثلا. ما اعرف الرز المعمر. الرز المعمر ده طاجن كده فيه لبن وكريمه وقشطه وزبده ومرقه كله مع بعضه. كله مع بعض. الفرن. لا لا، هو يكون طبقات، يكون رز ويكون مثل دياي وفي صوص. فيعني يصير كانه بلت اب يعني. كانه طبقات يعني، ما يكون مخلوط مع العيش. اوكي. ويحطونه في الفرن. بس يعني ما قد جربته وما احس اني بجربه. بس ليه ده ما فيهوش حتى مكونات مزعجه وانت بتحكي لي كده؟ ما حسيتش ان زعجت؟ لا، هو ما يزعج، بس يمكن لان انا ما احب طعم الكريمه الثقيله في الاكل، فما يعني ما حبذ ان انا اكل الاكلات اللي فيها كريمه ثقيله. بتعرفي تطبخي المجبوس؟ اعرف اسوي بس مجبوس الدياي. انا نطقت صح؟ ايه، اهم حاجه بالنسبه لي مجبوس. صح، مجبوس، بس مجبوس الدياي يمكن لان الشيء الوحيد اللي يعني ينطبخ اسرع شيء، فمجبوس الدياي بس السبيشالتي الوحيد ما اللي اطبخه. اوكي. طب وايه اكتر اكل لما بتكوني يعني عندك ضيوف فجاه بتعملي حاجه واثقه منها جدا
اكتر حاجه واثقه فيها بتعمليها وانت مغمضه اكله؟ اسرع شيء باستا. باستا. باستا انا كمان. اسرع واسهل شيء في الحياه الايطاليان كوزين. دي حقيقه. إيه والذ كمان بالنسبه لي. وبعدين يعني خفيف. إيه خفيف وتسوي منها كميه والناس تشبع منها بسرعه. بالظبط. إيه بالظبط. احكي لي عن اول يوم في رمضان، السفره عندكم في البحرين بتبقى مفروشه ايه بالاكل؟ طبعا اول يوم رمضان كل سنه نقول السنه الجايه ما بنسوي كذي، بس لازم اول يوم رمضان تلاقي السفره من اولها لاخرها وليمه. ما شاء الله ما شاء الله. يعني ما اقدر اقول لك، لازم الثريد طبعا البدايه، الشوربه، التمر، احنا مثلا عندنا شيء ناكله مع التمر اسمه هرده، يكون عباره عن صوص سمسم، فطبعا لازم يكون في سمبوسه على انواع السمبوسه. طبعا عندنا الكبات بانواعها، يعني الحين نسميها مقليات، فيعني تكون انواع مختلفه، مثلا 6-7 انواع يكونون على السفره، وغير السلطه، غير الميندش اللي هو يكون رز، مثلا رز دجاج، رز لحم، فيعني تكون السفره كبيره. الله انا جعت. طب نروح للمشروبات. احنا عندنا في مصر هنا كركديه وصوبيا وتمر إيه؟ هندي وحاجات اعتقد انت مش عارفاها خالص. لا اعرفها بس يعني ما جربتها كلها. جربت بعض الاشياء منها. حلو جدا. طب إيه؟ انتوا بقى عندكم مشروبات ايه؟ بتشربوا ايه في رمضان؟ بتكسروا صيامكم على ايه؟ العصير اللي هو الشربت، احنا نسميه الشربت. شربات عندنا. ايه الشربت بس يكون فليفرز. فاشهر فليفر اكيد يمكن تعرفونه الفيمتو. طبعا. ايه يعني أكيد. عندنا اشهر فليفر الفيمتو. في بعض الناس مثلا على السفره لازم يكون عندهم شيء يسمونه شربت الزعفران. يسمونه من ماي اللقاح والزعفران والسكر، فيكون طعمه بحريني وايد. ايه ماي اللقاح؟ عايز اعرف، فضولي. ماي اللقاح هاي اصعب سؤال مر علي في حياتي. نعدي السؤال ده. ايه لا بس يعني هو ماي عندنا في البحرين، ما اعرفه، هو ماي اللقاح معروف. جميل. إيه؟ كلنا بنحب ماي اللقاح. إيه لما تيجي البحرين بذوقك ماي اللقاح عشان تعرف شنو ماي اللقاح. ايه اشهر مظاهر الاحتفال في البحرين في رمضان؟ يعني البحرين بتبقى عامله ازاي؟ هل الجزيره دي بتختلف شكلها في الزينه، في الاجواء، في الاضاءه في الشارع، الحاجات دي؟ احنا اهل البحرين ناس تحب الزينه. فتلاقي يعني ننطر الاشاره عشان نعلق الزينه في الشوارع. فتشوف يعني البيوت ما شاء الله كل الناس تحاول ان هي تغير تزيين البيت، تشوف الناس تحاول تجيب اللي هو المواعين، احنا نسميها مواعين، الاطباق بالضبط، تجيب اطباق تخص رمضان او اشياء رمضانيه، يعلقون الفوانيس. طبعا عندنا شيء في البحرين نحتفل ليله 14 رمضان، احنا نسميه احتفال القرقعون. طبعا هاي الاحتفال تشوف كل الاطفال والكل يعني يلبس ملابس او ازياء تقليديه، ونوزع الحلاوه على الاطفال، المكسرات، يكون في اناشيد معينه لهذه الاحتفال. فتلقى يعني مثلا الاطفال يروحون من بيت لبيت يغنون هذه الاناشيد ويطلبون يطلبون الحلويات. فيعني عندنا هاي الشيء وايد مشهور في الخليج، احنا في البحرين اسمه القرقعون. انا قعدت. هاي دلوقتي العبك لعبه واعمل لك اختبار تذوق وشم. الله يستر. ايه رايك؟ تفضل. يلا بينا، تعالي نروح على المطبخ. تفضل. شكرا. الله اهلا بيكي في المطبخ. اهلا فيك. دلوقتي جه وقت الاختبار. النهارده هنختبر نايله في، تفتكري حاسه التذوق ولا الشم؟ ساعات بنلعب كده ونلعب كده. انا عندي الاثنين، احس ان انا باي صفر. طب خلاص هسهلها عليكي ونخليها شم. اوكي. ايه رايك؟ يلا. بس قبل ما اخليكي تشمي لازم اغمي عينيكي. ايه ده انت بجد؟ لا ده كيوت قوي. كيوت قوي. اوكي اساعدك افتحه لك من ورا. ايه بليز. امسكيه انت وحطيه على عينيكي وانا هفتحه. يلا عشان ما يبقى. ايوه اوكي كده كويس. كده كويس. استني. بسم الله اساعدك. اهو كده. أوكي. تمام تمام. جاهزه؟ شايفه اي حاجه؟ مش شايفه اي حاجه. أوه. الدنيا ضلمه. هي ابتدت تقلب مصري. هي بتتكلم مصري. لازم. دلوقتي هفتح الطبق المتغطي ده وهنشوف ايه المكونات اللي جوه. انتوا هتشوفوها، هي مش هتشوفها،
وهي هتشم وتقول لنا ايه ده. انا عامل لك اختبار سهل جدا على فكره. أوكي. لانه من التوابل اللي انتوا بتستخدموها في المطبخ بتاعكم. حط ايديك الاثنين قدامك كده وافتحهم لي. ايوه همسك في الايد دي. الطبق ده هتقربيه من مناخيرك بس تقربوش قوي عشان ده توابل. هتعرفي التوابل دي ايه؟ هذه هيل. صح مظبوط يا جماعه. لا هي زواقه. لا هي زواقه. انا وايد احب الهيل. بتحب الهيل؟ الهيل اللي هو الحبهان. اي مظبوط. تاني حاجه ايدك اهو. ايوه هو زنجبيل. مظبوط والله. ايه ده برافو. هي كانت بص متوقعه ان هي مش هتقول ولا حاجه صح. لك يا رب. بس لغايه دلوقتي هي زي الفل. ده اخر حاجه. اخر شيء وسهل. اسرار. سأل سؤال. ايوه هو اصفر. ايوه كركم. لا يا جماعة نايلة بجد مش عالمية بس نايلة زواقة. أساعدك. أيوه ثانية ثانية في حاجة هنا. أيوه خلاص كده. أوكي. عدينا بسلام. وانت حقيقي كنت شاطرة جدا 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 جدا. الحمد لله رب. يعني الحين انت تقولي الحين ايش اخبار المكياج والشعر؟ كله زي الفل. أشوى الحمد لله. والله طلع سهل. سهلين صح؟ خفت. انا كنت خايفة ان تجيب لي شيء انا ما احب اكله. فقلت يعني يا لهوي ان شاء الله ما يخليني اكل. انت مش شيف بروفيشنال؟ لا انا مش بروفيشنال خالص. ايوه فعشان كده جبت لك حاجه سهله بس. أيوة. الوصفه اللي احنا مختارينها النهارده بتبين ان انت شيف شاطره. فتعالي نوري الناس قد ايه انت شاطره النهارده في الاختبار التاني. ان شاء الله. يلا بينا. يلا يلا. دلوقتي جينا للفقرة المحببة جدا لقلبي اكيد في المطبخ ومع الإعلامية الجميلة نايلة. هتطبخ لنا النهارده الثريد. ثريد. ايوه. ايه؟ والبلاليط. ايه صح. صح الحمد لله. الحمد لله. دلوقتي هي تقول لنا المكونات بتاعه الثريد. ايه؟ الثريد. الثريد. ايوه. وانا هترجم لكم. اوكي. طبعا احنا نسوي دائما حق الثريد اللي هي حمسه او الصلصه. فعندنا البصل، الثوم، الزنجبيل، سمنة. اي طبعا سمنة شيء اساسي يعني. الدهون الاول. إيه عشان تحمس البصل والثوم. زين بعد الزنجبيل عندك الفلفل الاخضر. عندك طماطم كيوبس، عندك صلصة طماطم، عصير طماطم، وبعدين عندنا البهارات. طبعا البهارات تختلف من بيت الى اخر. ممكن انه هو الانسان او اللي يحب انه هو يضيف بهارات زيادة ممكن انه هو يضيف بهارات زيادة. عندنا الكركم ممكن احنا نضيف اذا نحب الكمون او لا. عندنا البهارات الصحيحة، الليمون الاسود، الدارسين اللي هو القرفة. القرفة. اي الفلفل الاسود، الحصى، الورق القار، وحب الهيل. اللي هو ورق اللورا والحبهان. اي وطبعا بعدين راح نضيف ايضا الجزر، مكعبات البطاطس، والدجاج. اي صدور الدجاج اللي تكون مشوحه قليلا في النار. مشوحه في النار شوي. على كركم، فيها كركم ودارسين اللي هي. أوكي. القرفه.
قرفة وكركم إيه؟ وهنشوح في الفراخ في شوية زيت صغيرين دقيقتين بس. وطبعا المكون الأساسي اللي هو خبز الرقاق أو الخبز العادي أيوه. اللي هو العيش. أوكي أوكي احنا عندنا في مصر حاجة شبه العيش ده بس أدخن سنة اسمه رقاق برضه. جرب جرب في الرقاق اللي هو الفلاح. شوف أنا اليوم بسوي لك وبعدين أنت جرب تسوي. يلا أنا متحمس جدا جدا على الرقاق مالكم وقول لي شلون طعمه. يلا بينا هفتح لك النار. أوكي وهنبتدي دلوقتي بالسمنة. أوكي. هتحط شوية سمنة. حط شوية سمنة. بسم الله. لو عايزة المعالق فينا معالق. أوكي. أنا بس ما أحب أدمر الدنيا. براحتك أنا بصي دمري وأنا هصلح. أوكي الحمد لله. دايما أنا وأصحابي لو أنا اللي هطبخ هما بيصلحوا ورايا. أوكي. فأنت النهاردة أنا هصلح وراك عادي. أنا كنت معتمدة عليك إن أنت اللي بتطبخ بدالي. براحتك عايزاني يلا. أجيلك أنا موجود في الخدمة. نحمر البصل. أوكي. زين. نخليه يتحمر بس يسخن شويه الميه. قصدك السمنه؟ السمنه ايه. هنحمرش فيها البصل. تقول عندكم تحمصوا. احنا نقول هجيب لك طبق تحطي فيه دي. ايه بليز. لا انت قلتي حاجه هنا واحنا بنقول قلتي تحميصه البصل او حمسه. حمسه إيه؟ البصل. حمسة ايوه حمسه البصل. اوكي احس ان احنا لو بس يتبل شويه. ايه؟ عايزه تسكري ال ممكن بس يعني. يعني لو نضيف الثوم معاه اكثر عشان ياخذ الطعم. بس اعتقد هو هيلحق يعني من غير ما نقفل. ايه طبعا. فنخليه اقربها لك شويه. لا تمام اوكي خلها بعيده خاف تحرقني. أنا مو صديقة الطبخ أنا مو نفسك. فيعني لا أنت لحد دلوقتي ماشية زي الفل. لا الحمد لله إن أمي اللي أنقذتني وقالت لي الوصفات. أوكي. دلوقتي إحنا هنحط بعديها الجنزبيل صح؟ إيه بس نخليه شوي نخليه يتبل شوية يذبل ياخذ اللون البني. زين فعشان شي قلت عايزه تحمريه شويه يبقى لون بني مش اشقر. اشقر يعني مو بني وايد اشقر. يعني ممكن احنا نخليه ممكن احنا نضيف الزنجبيل. طبعا احنا عاده لما نطبخه نضيف الزنجبيل الفريش. الفريش المتقطع. المتقطع اوكي. اوكي بس احنا الحين بنحط العصير ما في مشكله بياخذ نفس الطعم. بالظبط. طبعا كلها بالنظر. هو طبق بس طبعا احنا ننزل لهم المكونات كلها على الشاشه. ايه ان شاء الله بالجرامات بالمعالق بكله ان شاء الله. ايه بس احنا بالنظر اليوم بالظبط. فيعني انا ما يخصني في الطعام. لا لا انا واثق. بصي انا ببقى بعرف من في حاجه اسمها ان انت بتبني الطعم. ايه فاحنا دلوقتي بنبني الطعم صح. واللي نازل قدامي دلوقتي كله منطقي بالمقادير المنطقيه فيعني انت ماشيه تمام. انا احس ان هذه المكونات الاساسيه لاي طبق في العالم. بالظبط. يعني ان تحمر البصل والثوم. بالظبط. وتضيف عليها البهارات يعني اللي للكوزين اللي انت قاعد تطبخ فيه. فهو اهم شيء طبعا راح ننزل الفلفل الاخضر. وبعدين الطماطم. اي طبعا انت مثلا اذا تحب تضيف بس طماط فريش ممكن تضيف بس طماط فريش وتنطره يذوب. بس احنا اليوم قلنا بنضيف عصير الطماط والطماط فريش عشان شوية معجون يدينا لون كمان. ايه؟ معجون الطماطم بيدي لون. ايه الحين بحط صلصة الطماطم. يلا وانا هروق لك الحتة دي وهقرب لك الحاجات البعيدة. تمام. انا احب صلصة الطماطم في الاكل فبضيفها كلها. احسها تعطي طعم قوي مزازة و... ايه؟ وطعم مكثف. بالضبط. كم مرة طبختي الثريد؟ أول مرة في حياتي. أول فعلا ده من حظنا والله. أول مرة أنا أول مرة في حياتي أطبخ الثريد اليوم. فيعني ما أعرف إذا هذه من حظكم ولا من سوء حظكم. من حظنا حقيقي لأن بصي أنا معاكي ما تقلقيش يعني مش هيبوظ بأي شكل من الأشكال. الحمد لله. لأن أنا متابع وشايف وهساعد. شوف إحنا لو ما طلع ثريد هو راح يطلع معانا طبق. بالضبط. ممكن احنا نسميه على كيفنا اذا ثريد. ما طلع ثريد ممكن ان احنا نسميه فريد. حلوه دي. ما فيش طبق في الوطن العربي كله اسمه فريد. لا فلو النهارده لو باظ هيبقى فريد لو اتعمل مظبوط هيبقى ثريد بحريني بالضبط. عاد ليش ما سالتني ليش نسميه فريد؟ ليه؟ لان باظ على قولتك يعني اخترب. ايوه فاحنا سميناه فريد لان فريد من نوعه. بالضبط. حلوه كمان يعني بصوا مش نقت الاسم
دي نقت إيه؟ كمان تفسير للاسم. عفو عليك. عالمية يا جماعة برضو. ضروري. بالظبط. طبعا بس عصير الطماط. حلو جدا. طماطم ايه؟ طماطم. طماطم. باينة. هذه يساعدنا ان احنا مسويين عصير طماط او عصير الطماطم، يساعدنا ان احنا حتى كمية الماي اللي راح نضيفها في النهاية ممكن ان هي تكون اقل. بالظبط. بس مش بتضيفوا مرقة شوربة؟ لا نضيف ماي. ماي عادي. ممكن لو انت تحب ان انت تضيف مرق يبقى اغنى. اي يكون اغنى، يكون ريتش الطعم. طبعا اكيد احنا ممكن ان احنا نضيف البهارات المكعبات الجاهزه اللي هي خاصه بالدجاج او اللحم، طبعا احنا اكيد نسوي كذي عندنا في البيت مثل ما قلت لك، بهاراتنا تكون يعني مخصصه. بيعملها خلطات الجدات والامهات. أيوة في البيت وبعدين بيوزعوها على اولادهم. طبعا يبيعونها في السوبر ماركت. طبعا. بس طبعا كل شيء فريش احلى. طبعا لما تطحني الحاجات تحمصيها الاول. بالضبط. البهارات وبعد كده تطحنيها وبعد كده تخزنيها بالطريقه الصحيحه لتخزين البهارات. ايوه. فده احلى كتير جدا طبعا. أيوة. من البهارات اللي بالشارع. انا قلت لك انا كان مفروض اشيل رفوف البهارات اللي عندي في البيت واجيبها معاي عشان هي بس قاعده كذي. أيوة. في البيت. ما تطبخيش خالص في البيت. اطبخ. دي مش عايزاها خلاص. لا خلاص. اوكي. اطبخ بس الاشياء اللي اسويها تكون يعني بسيطه. بيسكس. سهلة. يعني ممكن أشياء مثلاً حق بنتي أو مثلاً شيء ساعة ما يأخذ مني وقت أكثر. أيوة. طب ساعة ده حلو يعني ده تايم كويس. أنا افتكرت تقولي أقل من كده. لا ممكن ساعة. بس يعني هذه الساعة اللي تأخذ لي في المطبخ طبعاً تحضيرات قبلها ساعة وتنظيف بعدها ساعة، فعشان شيء ما أدش المطبخ. يلا تيجي نحط البهارات. دلوقتي احنا حطينا كل الحاجات الفريش، دلوقتي الحاجات بقى الجافة أو البهارات. ده كركم. احط كركم. هو طبعا بيكون احلى لو مثلا ضفنا الكزبره. ممكن نضيف اشياء كذي يعني مثلا الكمون، كزبره. الكمون، الكزبره، الاشياء هذه ممكن احنا نضيفها اللي هي تنكه الاكل. بس بعد اليوم ان شاء الله راح يطلع لذيذ. لا متاكد. ده الليمون الاسود. الليمون. نضيف الدارسين. القرفه الدارسين. الاسود. الايطالي بيسموها كانولا. كانولا. نايس. قليل ما بيستخدموا الايطاليين توابل. بس اعشاب. بس اعتمادهم يعني على اعشاب الريحان الاشياء كذي. ملح. بس انت بتحبي التوابل طبعا، ملح والفلفل اهو. احنا في الخليج كله. كله توابل. كله توابل. يمكن برضو المنطقة الجغرافية ليها تأثير لأنه كل بلد بيتزرع فيها حاجات وبتبقى كمان جنب بلاد تانية متأثرين ببعض. يمكن احنا الخليجيين يعني وايد في من البهارات اللي عندنا جاية من الحضارة الهندية يمكن. طبعا. او من الاكل الهندي. في اشياء متقاربة. بالضبط. فيعني ممكن ان هي تكون يعني طعمها متقارب. بالضبط. فيعني هذه يعني مثلا شبه الكاري الهندي بس صاير بالطابع الخليجي. بالضبط. احنا ممكن نخليه شويه. ممكن نحط شويه ميه ولا لا مش دلوقتي؟ احنا اول مع الحمسه بننزل الدجاج. الدجاج بعد كده البطاط. اي بنحط البطاطس. ممكن نحطها الحين. اسمها بطاط ولا بطاطس؟ احنا نسميها بطاطا. في البحريني الو. الو؟ الو. ده زي الهندي. اي. الهندي بالهندي باسمها الو. اي احنا في البحرين اللغه البحرينيه يعني المتدرجه الو. حطوا لك. بس ايه بس الناس تقول يعني بعد نفس الشيء. اصل في العيش اللي بالالونان. الونان. العيش الهندي بالبطاطس. انا بحب المطبخ الهندي جدا لانه رتش الفليفرز مالينا بهارات. مع ان انا لما بطبخ بس ميديترينيان اللي هو المطبخ البحر الابيض المتوسط، الحاجات الفريش اللبناني الايطالي الحاجات دي بس يعني انا ما مش تكون بهارات. بالظبط. بس انا لما احب اكل واقول لحد يعمل لي اكل او اروح مطعم بحب الحاجات اللي فيها سترونج فليفرز. النكهات القويه، الحاجات الريتش المميزه جدا. طبعا نضيف البطاطس. بس مش عارف ليه لما بدخل المطبخ بتلاقيني بعمل الحاجات اللي هي الفريش، الحاجات كلها مش متسويه طبعا. يلا. لابسه دراس وكده. مش هينفع. اوكي. نعلي النار بس. ايه نعليه عشان احنا نبيه يغلي. اوكي. طبعا ضفنا الماي. كل لا مو لازم.
يعني هو حقي وحقك يعني اكيد ما بنسوي كميه بالزبط. كثيره احنا اثنين هناكل بس تمام يلا عشان نخلي المجال حق الجزر. طبعا الخضروات ممكن انت تضيف اي نوع خضره انت حاب، يعني احنا مثلا نضيف عليه الباميه، القرنبيه، الباميه كمان. الباميه اللي هي ملوخيه عندك ولا باميه باميه؟ لا باميه باميه بامية. بامية اللي هي إيه؟ اوكي البامية ترى اسمها بامية في كل الوطن العربي لا الا المغرب، المغرب بقى هم اللي وطروني في الموضوع ده. ليش؟ شنو يسمونها؟ بيسموا البامية ملوخية. ملوخية؟ اه انا اول مرة اسمع. اه والله عندي صديقتي مغربية شيف اسيا عثمان بتقولي ان البامية عندهم اسمها ملوخية، فانت يعني ايه الكلام ده؟ لا ممكن احنا نضيف بامية، قرنبيط، ممكن ان احنا نضيف البامكن، يعني اشياء وايد القرع العسل ايه اللي هو القرع، ممكن احنا نضيف وايد خضروات، الكوسه، يعني كلها نضيفها مع الثريد فتعطي يعني مثلا فرايتي اوف تشويسز حق بالزبط. الخضره يعني ممكن اختيارات مختلفه. اي اختيارات مختلفه، ممكن ان الواحد يختار مثلا الخبز مع الخضار، ممكن هو ياخذ مثلا اللحمه او الدجاج وات ايفر اتس كوكت ويز. طيب يعني دي اكله فلكسبل جدا، اكله مرنه نقدر نحن نضيف عليها اللي احنا عايزينه بالضبط. بالمكونات السيزن اللي موجوده في الموسم بالضبط. وكمان اللي موجود في البيت، يعني كانك قاعده تسوي مرق خضره مع دجاج بالظبط، او مرق خضره مع لحم. حلو التوصيف ده، بيبسط اكتر على الناس. ايوه الأكل. بالضبط يعني الثريد مو شيء صعب، هو مرق بالظبط مع خبز، بس المرق اللي انت حاب تسويه بس تحط خبز وتضيف المرق عليه. حلو جدا. ايه طيب احنا دلوقتي هنسيبه على النار لمده قد ايه تقريبا عشان يستوي؟ لما يستوي لما يستوي الدجاج والخضره تصير ناضجه يعني تكون سوفت، فبنخليه يغلي على النار. يعني تقريبا عشان البطاطس دي تستوي تقريبا محتاجه لها نص ساعه. نص ساعه تقريبا. نص ساعه 40 minutes ممكن احنا نخليه. في النص ساعه دي بقى هنعمل ايه؟ هنعمل البلاليط. البلاليط. يلا نعمل بلاليط. بلاليط. طبعا البلاليط عندنا بعد نفس الشيء أكلة خليجية وايد مشهورة. إحنا في البحرين يعني المتعارف إن إحنا ناكلها أول يوم رمضان على السحور. الله. إنزين فنتسحر فيها ووايد نطبخها طبعًا، ناكلها على الفطور، ناكلها يعني على الريوق الصبح اللي هو الفطور. الريوق. إيه وناكلها. حلو نعرف الأسماء دي. ناكلها على أهم شيء الفطور يوم العيد. الله. يعني أول يوم رمضان في السحور وأول يوم عيد العيد الفطر. إيه. لما يكون وقت الفطور في العيد بعد رمضان، طبعا عيد رمضان اللي هو عيد الفطر يكون الفطور مالنا بلاليط. الله. دلوقتي هنعمل الاكله اسمها البلاليط، دي اكله خليجيه ودي النسخه البحريني. يلا نقول المكونات بتاعتها. يلا يلا. عندنا الزيت نباتي. عندنا الشعيريه اللي هي البلاليط اللي مسلوقه. مسلوقه بارزه. عندنا السكر، طبعا هذه البيض حق فوق بعدين عندنا ماي ورد وعندنا هيل، وممكن احنا نضيف ايضا الزعفران الحبهان المطحون. مطحون وممكن تضيفوا زعفران. لا هو اساسي يعني احنا نحط لازم تحطوا زعفران. اوكي زين. طبعا انا حطيت زيت اوريدي هني. انا احرك بس الطاسه عشان الزيت يكفر كل السطح بتاع الطاسه. انت ادرى. انت اشطر. لا خالص احنا بنلعب مع بعض دلوقتي في المطبخ، مفيش بريشر مفيش ضغط. اوكي يلا ايش رايك ممكن بدي يلا احطها. انا سمعت صوت الزيت فخلي عليك. يلا طبعا هذه نص كيس. احنا عاده للكيس نستخدم 4 فناجيل سكر. فهي لانه هو نص كيس فاحنا حنحط بس فنجالين. اوكي فنجانين سكر على نص كيس شعرية. ضيفها كلها. يلا كلها؟ ماشي. أنا كنت عايزة بس شوية شوية عشان تتحمر، عشان كده مش هتتحمر قوي نعلي النار ممكن. لا احنا ممكن احنا نسوي كذي ونضيف زيت بعد من فوق. يلا. عشان يحتاج زيت. أحسن من دي. لا الاثنين تمام. اوكي. اوكي نضيف السكر. السكر على طول قبل ما تتحمر؟ ايه. اوكي. انا ليش احس ان هاي اكثر من فنجالين؟ حطي انت بعينيكي، ممكن يكون حطيناها ازيد. ما عليه. يلا حلو. السكر زياده ولا اقل؟ بالضبط. اوكي ممكن يلا. احنا نحركها. كده. بعدين نقلب. نعلي النار شويه.
بضيف شويه. انتوا احسن عشان الشعريه تتحمر اكتر صفوها اكتر من ما احنا مصفينا دلوقتي من الميه عشان الشعريه تاخد لون اسرع من كده بعد ما اتسلقت. ممكن ما تسلقهاش برضو قوي يعني ما تهروهاش في السلق عشان تتحمر معاكوا اسرع، لان هي كده كده هتكمل سواها وهي بتتحمر. ده الهيل او الحبهان بتحطه دلوقتي. بصوا الوصفه سهله جدا، مكوناتها قليله جدا، دوبك اربع مكونات والبيض هو الخامس هنعمله بعدين. هنقليه في طاسه زي الاومليت صح؟ صح زي الاومليت عادي، رفيع ولا تخين؟ طيب اجيب لك الزعفران. في زعفران هنا، انا حطيت الهيل. اها ونضيف الزعفران. يلا اوكي هلم بس ده ميه الورد لسه، والسكر خلاص مش عايزين تاني خلاص. صح؟ انتوا مش بتحطوا فيها سكر كتير يعني، هي مش مسكره قوي بس لا. السكر بيدي طعم. لا بس مسكره قوي. مسكره قوي 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 قوي. انا لسه ما دقتش، انا بكتشف دلوقتي المطبخ البحريني مع نايله. حلو. فانت تم تحرك عشان عشان ما يتلصق، ما تتلصق ما تعجنش مع بعضيها وتلزق. ايوه فتنطر لما ينشف السكر كامل. وبعد ما ينشف السكر تضيف مره ثانيه حب هيل اللي هو المطحون، وتضيف بعد زعفران. اوكي انا بكسر دلوقتي البيض اوكي عشان نعمل الاومليت. اعتقد اثنين كفايه. مثل ما قلت لك احنا عندنا في البحرين نحب الطعم المالح مع السويت. فيعني هذه واحد من الاطباق ايضا اللي تكون مالح مع السويت. اوكي اي ثينك هني لازم شوي نخفف النار. انا احط شويه ملح وفلفل طبعا على الاومليت صح مظبوط ولا بقول اي كلام؟ اي طبعا طبعا. اوكي. ولو تبي يكون احلى ضيف معاه كركم ايضا. اوكي كركم. وينفع هيل ولا لا؟ هيبوظ. اوكي. انا بسال انا دلوقتي ايه مساعد الشيف، فبسال الماستر شيف. يا بختي اول مره اصير شيف وعندي مساعد على طول. شفتي بس تمام كده حلو عشان ما يلونش قوي، بس حلو برضو مع الكركم قريب من لون البيض ف إيه؟ هيبقى لطيف. ايه بالظبط. يلا بتحطوا على الاومليت ده مثلا لبن عشان يبقى سوفت اكتر؟ لا كريمه خلص. لا اوكي. ايه رايك وانا خلاص ببيت بتكلم مصري؟ خلاص بالظبط. انا حاسه ان انت مصريه اصلا. خلاص تعودت. انا كنت بسولف فيعني صار اسهل عندي ان انا اسولف وياك. اول مره تشوفوا اكيد نايله بتطبخ صح؟ ما طبختيش قبل كده في برامجك؟ ما قد طبخت في البرامج لا، وما قد طبخت في البيت. اصلا فانتوا دلوقتي بتشوفوا نسخه جديده من نايله. إيه؟ يعني شايفينها هي ماستر شيف. الله يستر. ما تفتح علي بقى. لا لا انا مبسوط جدا بجد ان انت شاطره، يعني ما بتعمليش اي حاجه غلط لحد دلوقتي. الحمد لله وماشيه مظبوط جدا. الحمد لله ان شاء الله. بس امي ما تنتقد تقول لي غلط غلط. لا لا مش هتنتقد، هي اكيد فخوره بيكي دلوقتي. الحمد لله. هي لازم لونها يتغير ولا لونها بيبقى كده؟ هي لونها يتغير. اوكي. تاخذ شوي تصير يلو. مع التحمير مع السكر مع الزعفران. اوكي. فيعني ما تكون وايد وايد. وبعدين هنقدمها في الاخر البيض فوقيها. ايه. اوكي. احط شوية زيت هنا في الميكستشر بتاع البيض. نقطة صغيرة. انا معف. اوكي. يور سبيشالتي. اوكي. هاي تخصصك. انت اشطر مني. انا بستأذن بس. بستأذن الأول. انت اشطر مني. عشان ما خربش الوصفة. انت اشطر مني، انا ما اعرف. يلا انا جاهز للبيض، تحبي اعمله دلوقتي ولا نستنى دي تستوي؟ احس احسن ننطرها تستوي. يلا ننطرها. عشان انه يكون حار. ومية الورد بتحط بالآخر خالص. اي. صح؟ انت ممكن تضيفها الحين، ممكن تضيفها الحين. يلا تفضل. عشان ايه نروق المطبخ؟ انا بحب اخلص كل الحاجات عشان اروق. عندي وسواس ترويق ونظافه. انا عشان كذي يمكن هاي الاسباب اللي تخليني ما اطبخ. ايوه في المكان دايما نظيف. ايوه عشان بتتعبي بعدين بالتنظيف. دلوقتي هجيب لك الهيل، عايزه تزودي كمان؟ ايه الهيل. يلا. الهيل والزعفران خلاص عشان نسكها. حلو. طبعا ضفت الزعفران. بس بضيف الهيل. ممكن تضيفوا زعفران على قد ما تقدروا، بتحبوا كتير بتحبوا قليل براحتكم. نكهته حلوه جدا، مفيد جدا ان الـ الـ الزعفران ده خلاص انا بموت فيه. ممكن كده قلبنا نسك البوت. نقفلها. ايه
ونسيبها. شوف انا قاعد احاول اعطيك كلمات انجليزيه لان اخاف اقول لك انصك الجدر وتقولي ها. لا لا مش مشكله، هم فاهمين اللي بيتفرجوا وانا هترجم. انصك الجدر ونخليه 15 دقيقه. ايه طبعا نخليه 15 اي 15 دقيقه. بنرجع هني. يلا بينا. نبي نشوف هني ولا بتسوي الاومليت؟ لان هذه 15 دقيقه وبيجهز. هنسيبه 15 دقيقه ودلوقتي نعمل الاومليت هنا اهو. يلا. يلا. عليك الاومليت. يلا بينا. الحين انا بصير مساعدتك. بسيطه. اهو. اثبتي اثبتي. اهو. حط شويه زيت. قول لي بساعدك. لا ولا حاجه، ده اومليت. اوكي. مش بتستعملوا زيت زيتون في الخليج؟ لا ف... نستعمل زيت زيتون. استعمله. إذا نبي نسوي أشياء صحية نستخدم زيت زيتون. بس يعني إحنا نحب طعم السمن في الأكل. لأن السمن رتش. أيوه. إحنا كمان بنحط سمنة كتير جدا في مصر. كل أكلنا بالسمنة تقريبا. والزيت مش بنستعمل زيت زيتون هنا في مصر قوي. ما عندنا مجال إن إحنا نقسم. أيوه. يعني إحنا صغيرين قد كده. أيوه. بس صغيرين بس بلد جميلة جزيرة. شكرا. ايه جزيرة حلوة قوي. نفسي اجي على البحرين. لازم تزورنا عشان لازم قلت لك لازم. لازم محمر صافي. حقيقي لازم. الثريد الحقيقي. ايوه الحاجات دي كلها انا مستنيها. دلوقتي احنا هنبتدي نرص الثريد. ايه. والمرقوق. ايه. صح؟ يعني خبز الرقاق طبعا. خبز الرقاق. ايه احتاج مساعدتك. طبعا. انا يلا. انا بحط الخبز. وانا بحط لك المرق. ايه انت تحط لي المرق. واللحم كله. وير جونا بيلد ات اب. بالظبط. يعني نحط طبقة خبز ونحط فوق المرق. يلا اوكي فا ام جونا ستارت. هنبني الثريد دلوقتي. ايه. الحمد لله ما طلعش فريد. الحمد لله. لا انا شايفه حلو جدا الصراحه. ايه. يعني دي حاجه شكلها شاهي جدا. اوكي بس يعني انا ان شاء الله براحتك اخذ. وبصي احنا بالمطبخ يعني لو وقع منك حاجه ما فيش مشكله. يعني هو في النهايه احنا اللي مطبخنا بالظبط. احنا بالزبط. يعني واقفين في مطبخنا وغاسلين ايدينا وعاملين كل حاجه فما تقلقوش. اوكي يلا 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 حط لي اول طبقه مرق. اوكي بس وي بيلد ات اب يعني نبني بهالطريقه. تبي اجرب لك اياه؟ كامل كامل يعني كله. لازم تشربه. اه تشرب كثير. شربه وايد. اوكي. فيعني لازم يكون فل. فل. اه مش فل بالمصري، فل بالمصري يعني تمام. لا يعني يصير تسوي فل وفل. وفل. يعني فلين. يلا. نسيب دي هنا. بس يعني. دلوقتي. احنا لازم نزيد المرق. فلازم الابيض ما يعني الخبز ما يبين انه هو خبز ابدا. يعني اه يعني لازم يتبل كله يعني يبقى عليه السائل. ساعدك؟ لا يعني. طبعا انت تساعدني. انت لو تبي تسوي كذي بعد كيفك. لازم الخبز ما يبين ابدا. اوكي. بس انا يعني من وجهه نظر حد بيحب يصور الاكل لو نبين بس اصل الخبز شكله عامل ازاي عشان الناس تتخيل ده انهي خبز مش هكون متضايق ابدا. براحتك بس يعني انت لو تبي تذوق الثريد الاصلي لازم يكون الخبز متشرب المرق. ايوه يعني لازم يكون يعني كله مرق. اوكي احنا ممكن نعمل الفيرجن بتاعنا نوري الناس الخبز عامل ازاي. لو انت عايز فريد لا نعمل لا فريد. لا مش درجة الفريد. اهو انت لازم تشحنه. يلا هشحك دلوقتي مش عارف يعني ايه بس انا موافق. تشحنه. يعني تغرقنا. اي تغرقنا. أوكي. انا عملت هنا يعني انا ام سوري اباوت يور كيتشن. براحتك خالص انا هروق لك كل ده في 5 ثواني مش هتحس ان حصل حاجه. تمام. انا احس لو نشيل الحله يعني انا شوف انا ما قلت بس انا خايف الخضار يقع كله ويبوظ لنا الشكل. انا عايز اعمل برضو تقديمه شكلها حلو للثريد. ويا جماعه انا اللي بزوق مش هي فما تحكموش عليا هي احكموا عليا انا. يلا لازم يعني لازم المرق يتشربه يغرقه. فانا احس لو نسوي كذي ويكون يلا والمرق محبا. يتدلى بقى على يعني حطي كل العيش. انا عايز ادوق العيش ده مع نفسي كده لوحدي. ذوقه نفس الرقاق مالكم؟ لا خالص مش قلت لك في شوي احلى في شوي سويت. ايه ده؟ اخلي لك شوي هني؟ اه اوكي. اسمعت عجبك ها؟ لا انا باكل بجد مش بدوق. خلاص انا بخش لك هني على صوب ونحط عشان كل الخضره والدجاج يكون في النص. لان عاده يكون في النص عشان انت يوم لين تغرف لك
تختار شنو تحب تاكل معاه. اوكي. ايوه بالضبط. عادي عادي. ما علي، ممكن احنا نعدله. بالضبط. احنا قلنا شنو؟ كيف بنلعب بالمطبخ ومطبخنا. كيفنا واكلنا بالضبط. جميل. شكله حلو. ايه. بصي برضو احنا لازم عشان الطبق يبقى شكله حلو لازم يبقى هرمي، ما ينفعش يبقى هو صح. بالظبط. صح شغلك صح. يلا ناكل. تفضل. هموت وادوق الفريد. الفريد ان شاء الله يعجبك يا رب. شكله وريحته تفتح النفس. البهارات اللي فيه ريحتها طالعه وتجنن. انت تقولون تجنن، احنا نقول خنين. خنين يعني زاكي، ريحته حلوه. اوكي. ايه؟ حلوه دي. اوكي. انا بك انت تذوقه قبل. لا لازم انت الاول، ليديز فيرست. بس انا عايزاك تغرف لنفسك اول. حالا بس احط لك من العيش من تحت. اوكي. يبقى عندك كده كل حاجه. انا كمان هاخد كل حاجه. يلا بسم الله. الله يستر. اغرى شويه. خذها مع العيش. مع العيش اهو. ده العيش المسقي بالصوص اللي عملناه بتاع التريد. بتقولوا ايه؟ تينن. تينن. ايه لذيذ. تينن 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 الفريد ينن. الحمد لله نجحت. والله حلو، والله حقيقي مش مجاملة. لا أنا صراحة عجبني طعمه فعلا. يشبه الثريد الحقيقي، فمش فريد للأسف. الحمد لله. مش للأسف، الحمد لله إن هو مش فريد. الحمد لله. نايلة أنت بجد نورتيني. شكرا. حقيقي النهارده شرفتي مصر ونورتي مصر، نورتي طبختنا غير. شكرا. أنا سعيدة بتواجدي هني، والحمد لله على الطبخات الحلوة اللي سويناها، وشكرا على استضافتي. شكرا ليكي. شكرا. شوفوني في حلقة جديدة من طبختنا غير مع نجم جديد. We'll be right back.